السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم علي النجم. دلوقتي تنبيه سريع بالنسبه لكاردانو. زي ما احنا شايفين ان في هبوط سريع في السعر، وصل 35 43. لو انت بصيت هنا اهوت هتلاقي ان في مقاومه شديده جدا بين الشاريين والبائعين. اللي فوق دوت اللي هم الشاريين، اللي تحت ده البائعين. البائعين بيحاولوا يجيبوا العمله عشان خاطر يحصلوا على اكبر ربح ممكن، والشاريين بيحاولوا يحافظوا على السعر بتاعه. في مقاومه شديده هنا، ما اظنش ان الحيتان هيخليها تنزل اكتر من كده. زي ما احنا شايفين اوبا السعر بينزل بسرعه جدا جدا. اوكي، عموما احنا شايفين ان في فرصه للدخول، ما زال في فرصه للدخول حتى وان كان احنا شايفين ان في مقاومه شديده. هي كلها في منطقة 33، أظن 34 و 36، 34 و 35 60 عفوا، فمش كبيرة قوي، ولكن بالأرقام الكبيرة طبعا هتفرق كبير كتير قوي. عموما أنت لما تيجي تعمل المدربة بتاعتك خلي بالك من تحديد الخسارة، وحاول على قد ما تقدر إن هي تخليها قريبة جدا من منطقة الدخول بتاعتك، عشان خاطر إذا حصل لا قدر الله أي دروب تقدر تدخل مره ثانيه. وما تخليش تحديد الخساره مفتوح، بلاش تخلي تحديد الخساره مفتوح يا جماعه. اتمنى لكم الربح والتوفيق، السلام عليكم.